دلوقتي تعالى نتابع مع بعضها من الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بيعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي بحضور وزيري المالية والاستثمار لإعلان التسهيلات الضريبية وجذب الاستثمار. النهاردة هينعقد مؤتمر الغذاء للمستقبل، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارة الزراعة. تأتي ورش العمل على هامش المؤتمر عن دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة وأهدافه للوصول لمليون مزارع قمح، وأيضاً عرض إنجازات مزارعي القمح الخبراء من مختلف المحافظات خلال موسم 2023-2024. وبتجمع ورش العمل على مدار يومين جميع أصحاب المصلحة من المزارعين الخبراء في القمح والقطاع الخاص والخبراء لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة. النهاردة هيقيم اتحاد كرة اليد احتفالية مجمعة لأبطال العالم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ومنتخبي 2004 و2006 المتوجان ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين. ومن المقرر أن يحضر الحفل اللي هيقام في أحد فنادق القاهرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لكوكبة من قيادات ونجوم وأبطال الرياضة المصرية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.